والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. أعزائي مشاهدين برنامج البرنامج، النهاردة احنا هنتكلم على فقرة الذكريات. دي كانت فقرة موجودة في برنامج العالم يغني، وكان بتوزع فيها الأغاني القديمة قوي، على أساس أن باقي الأغاني كانت جديدة قوي. ساندرا والبوني آم ودولي دوتس والآبا قديمة أنا، معلش. بس ده طبعا قبل ما يتطور فن الفيديو كليب المصري على يد جميل جميل المغازي، ألوان سايحة، بنات بوشاح يمين وشمال. أنا لسه قديم قوي. النهاردة هنعيد أيام فقرة الذكريات. فاكرين لما كانت 18 يوم بتوع الثورة، الكاميرا بتاعت التلفزيون المصري كانت مركزة على كوبري أكتوبر، ولا كأن في حاجة تانية بتحصل في البلد. حتى لما كانت كاميرا التلفزيون اليتيمة بتلقط الأحداث بالصدفة، الصورة ساعات ما كانش ليها أي دعوة بالكلام اللي بيتقال. بأني سيادة الوزير أنس الفقي على نعم النقل الرائع هذا واجبنا دكتور صالح. لم يحدث أي خروج ولا تظاهرات بالمرة، هذا ما رأيته في القناة الأولى، اللي أنا سعيد جدا إن أنا قرار سيادة الوزير إن ننقل نبض الشارع المصري الصادق. تغطية أكثر من رائعة فعلا، لكن الحمد لله كل المواضيع دي خلصت وهدفنا بقى واحد، احنا بس نعرفه. وابتدى يكون في مؤتمرات عشان الناس تتقابل تتكلم تتفاهم، حتى اسمها يدعو للتفاؤل، مؤتمر الوفاق الوطني او الحوار القومي او الوفاق القومي او وجع بطني، مش عارف، هما بيتقابلوا هناك عشان يتخانقوا. وطبعا التلفزيون المصري كان هناك علشان يستعيد دوره في قيادة الإعلام العربي. رغم بعض التحفظات التي أبداها المشاركون من الائتلافات الشبابية، إلا أن الحوار الوطني مضى في جلساته، عسى أن تكون النتائج الإيجابية سق غفران لأحداث سلبية. أحمد ولي، التلفزيون المصري. أنا شفت فين المراسل ده قبل؟ نحن نبعد بالتقريب يمكن حوالي 100 متر أو 150 متر عن مكان التظاهر، والنيران مشتعلة في الخلفي. معقول؟ التلفزيون المصري كان جوه ميدان التحرير، يعني معنى كده ان كل اللي اتقال على التلفزيون المصري كذب. اخيرا جه اليوم اللي نقدر نرد فيه دلوقتي الاعتبار للتلفزيون المصري، الى كل المشككين والخونة والمضللين والمتآمرين على الوطن واللي ضد الاستقرار واللي عايزين اتولع. هو ده اداء التلفزيون المصري في ميدان التحرير. يمكن حوالي 100 متر أو 150 متر عن مكان التظاهر، والنيران مشتعلة في الخلفي وهي تبدو لو الكاميرا تقرب. أهو أدي المذيع، أهو وأدي الميدان هنا هنا. هناك حالة من التراشق بالأحجار ما بين المتظاهرين في ميدان التحرير وما بين الجانب الآخر. طبعا لما التلفزيون ينزل الميدان تفتكروا إيه أول حاجة يعملها؟ واحد، يتكلم مع المعتصمين. اتنين، يتكلم مع الجيش. تلاتة، يتكلم مع شباب زي الفل موجود هناك بالصدفة. الإجابة رقم تلاتة، شباب وطني ملوش أي أغراض سياسية. أنا واحد من الناس اللي متابعين المظاهرات من على الفيسبوك، ده شباب فيسبوك، ده شباب مصر، ده شباب لا مسيس ولا لينا في السياسة ولا لينا في أي حاجة، إحنا تحت مؤامرة. لو هم كانوا موجودين يوم 25 يناير، دي ناس غريبة جدا عننا. أيوه، دول الشباب اللي كانوا في 25 يناير. ما أصل مصر كلها نزلت في 25 يناير وبعدين اكتشفت المؤامرة، وفضل 15 واحد في الميدان والباقي رجعوا بيتهم. ال 15 واحد في الميدان دول فضلوا عشان يهدوا البلد. والدليل على كده؟ وناس بيعملوا حاجات غريبة جدا. حاجات غريبة؟ حاجات غريبة زي إيه؟ وكملت المؤامرة. حاجات مش تصرفات ناس مصريين عارفين ان اللي بره دول ناس مصريين زيهم. اكتشاف خطير فعلا. يا ترى ايه دليلك على وجود جنسيات غير مصريين؟ شكله مش مصري خالص. واحد شكله مش مصري، دليل قاطع طبعا، بس اكيد في دليل اقوى من كده.
بسألهم انتوا منين؟ قالوا لي ان احنا من ايرلندا. ايرلندا طبعا، ايرلندا جنب اسرائيل ما بين امريكا وايران شمال شرق قناه الجزيره. في جنسيات تانية؟ تعالى من فضلك. احنا مسكين واحد، مسكنا واحد في الشارع جانبي، واقسم لك بالله، اقسم بالله ما بدعي، سلمناه لمقدم جيش واقف على الدبابه بعد ما اتهرى ضرب ودماغه اتفتحت من ورا، شاف البطاقه بتاعته لقاها جنسيته ايراني. انا على فكره عندي نفس البطاقه، سجل مدني العجوزه. المؤامره اكبر مما اتصور، لازم يحصل حاجه علشان نحمي مصر من المؤامره دي. انا شايف الحل ان يحصل ترويع من الجيش للشعب. انا مطلع ناس جهله هي اللي بسبب الموضوع ده الفكر ضايع. احنا ناس زباله اساسا، بس التعليم هياخد وقت، اكيد في حل اسرع من كده. اللي فينا وفيهم ولع فيها يا خلاص. ولعي فيها يا شاب. كان لازم تاني يوم نتكلم مع المذيع الشجاع اللي نزل يغطي الميدان. نرى هذا المشهد حرائق، ويبدو ان هناك طلقات نيران، طلقات نيران لا ندري من اين تاتي، من اي جانب تاتي، لا ندري من اين من اي جانب تاتي، ولكن الان النيران تشتعل. امتدت النيران في جانب اخر ايضا، امتدت النيران في جانب اخر ايضا، ولعل الكاميرا تظهر في الصوره. اللي يثبت ان التلفزيون المصري كان مستمر في تغطيته المتميزه ان حتى في تاني يوم كانت التغطية مستمرة في الميدان. معنا الآن زميل شريف رضوان بميدان التحرير. التلفزيون المصري نزل تاني، بس المرة دي المخاطر كانت أكبر بكتير. لا أنت مش معنا مصر. لا أحد يبص عليك. مصري مصري مصري. هكذا أتعرض الآن للتحرش، حياتي في خطر، الناس يهجمون علي. على فكرة ممكن نعيد الجملة الأخرانية دي تاني؟ هكذا يبدو أن الزميل هكذا يبدو أن الزميل المذيع ابتدى يتكلم قبل ما السكة تقفل. هكذا وقد توفي المراسل شريف رضوان وأنا مش باين عليا أي مفاجأة. أولا أسأل الله السلامة لزميلي شريف رضوان، أسأل الله أن يعيده سالما إلينا. أتمنى السلامة لزميلنا شريف رضوان، وأنا مش هممني خالص اللي بيحصله في الميدان كما أخبروني في الخارج. الحقيقة كانت أيام صعبة، والعالم كله زي ما احنا عارفين كان متآمر على مصر، بس علشان ما ننساش المتآمرين على مصر كانوا قطر، حماس، قناة الجزيرة، أمريكا، إسرائيل، إيران، أيرلندا، والفيفا. هل في جنسيات تانية أنا لسه ما قلتهاش؟ بالأمس القريب تم القبض على 50 أثيوبي، 50 أثيوبي و32 إريتري أول من أمس.